ألو مهند، هذا الواطع عم يلعب معنا. شو صار؟ لك هذا عم يتمسخر علينا؟ طلع بيعرف شغلات كتير. حبيبتي اهدي شوي، قلي لي شو صار. قايله لعدنان دور على الغرامة المرورية تبع مرتك، وهلأ إجاني ظرف بعت لي صورة عن وصل عقوبة. شو عم تقولي؟ مثل ما سمعت مهند، الموضوع زاد عن حده كتير، لازم نساوي شي بسرعة. من وين جاب الوصل؟ ما بعرف ما بعرف. لو تشوفي كيف عم يتطلع فيني كأنه عم يتحداني. الله ياخده، أكيد هو اللي خبر حلمي. الله ياخدهم هن اثنين. شو بدي ساوي معه؟ أصلاً أنا مو طايق شوفه. ماشي، خلينا نقول إنه بشير سمع مكالمة إنعام خانم ووصل له إياها. طيب من وين لقى الوصل وعطايا؟ آه مهند، يلا تعا. أنا مضطر سكر. مهند دقيقة لا تسكر. إجتني هان، بعدين منحكي. ليش سكرت الخط؟ كان فيك انك تحكي جوا. ما في شيء مهم. ادفع هاد وبعدين بتجيب السياره من الحجز. تأمري خان. لا تحكي شيء لحدا ولا كلمه، مفهوم؟ لا تاكلي هم. اذا سمعت شيء رح ألعب فورا. تكرمي. أعطيني جاكيتي الأسود والكندرة السوداء والشنطة السوداء. شو طالعة لبرا؟ بدي أنزل على السوق وبعدين رح مر لعند بيسان. منيح. تفضل يا خانم. ماشي، حطيهم هون واطلعي. شوفي سعيد. شو؟ بعتقد سعيد زلمته لحلمي، هو يلي عم بيوصل له كل اخبارنا. من وين عرفتي؟ هيك استنتجت. لما كانت انعام خانم عم تحكي بالتليفون كان هو بالمزرعه ووصل بشير، يمكن يكون سمع الحديث وقال له. الواطي امبارح هو اللي وصلنا على المشفى، وطالما ولا واحد منا خبره لحلمي افندي، معناها من وين سمع واتصل بنهاد فورا؟ قديش وحقير. حلمي بيكي بيعرف كل شي عم بيصير بالبيت، أكيد سعيد هو اللي عم بيوصله كل أخبارنا. والله معك حق، ما في غير هو. أنا رح أعرف أتصرف معه. استني، لا تتصرفي من عندك وتغلطي، تأكدي بالأول بعدين. سعيد شو بيعرف عن مشكلتك؟ لا تبلشي ماما. مشكلت شو؟ طيب قولي لي هلا، هو بيعرف شيء ما لازم يعرفه؟ لا. ديري بالك منيح، لا تتصرفي اي تصرف. اذا هالشي ما بيطلع صحيح بتكوني كشفتي حالك بايدك. انتبهي، تاكدي وبعدين تصرفي. في اي شيء لفت انتباهكم؟ شفتوا منه اي تصرف غلط؟ انا ما حسيت بشي غريب تجاهه، بس انا ما في تواصل بيني وبينه كتير. سليمان أفندي بيعرف أكثر. والله شو بيعرفني؟ الواحد يحكي الحق، أنا ما شفت منه أي شيء. ولد شاطر ومنيح كتير بشغله، بس الإنسان بتتوقعي منه كل شيء، بس هو محترم بيعرف الأصول، مو هيك سهيلة؟ ما شفنا منه أي تصرف غلط. مزبوط، هو معنا كتير منيح، بس برا ما بنعرف عنه شيء. أنا فيني أحكي؟ إيه أحكي لشوف. أنا قلت لكل إني عم شك فيه يا خانم، بس ما حدا صدقني أبدا. شو هالحكي؟ هذا اللي صار. لا، ليش الكذب البنت قالت لنا؟
شو هالحكي يا شهيرة؟ هي هلوسة براسها. خلوها تكمل حديثها. شو بتعرفي كاتيا؟ احكي لشوف. كان دائما يسألني وهالشي صار يضايقني. عم يسألني شغلات عنك وعن عدنان بيك، وبده يعرف شو كان يصير بالبيت. وبعدين كنت شوفه دائما عم يحكي على التليفون، كأنه في شي موضوع سري عم يحكيه. بصراحة هالتصرفات كتير كانت تضايقني. بس ما عم تقدري تحكي شي ملموس. أنا ما عم بحكي، بس في شي أنا متأكدة منه منيح. بعتوه من الشركة ما هيك؟ إيه يا خانم، اختاروا كم واحد وبعتوهن. أنا التقيت معهم كلهم، بس سعيد عجبني كتير، أمت اخترته له. رح أتصل بعدنان وخليه يسأل عنه مشان نعرف مين هو سعيد ومين اللي بعته وليش هو هون. مزبوط، خلونا ما نتهم حدا بدون ما نتأكد.